بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سلمان بن سعود آل سعود، قام عدد من أعضاء الديوانيات بزيارة المصنع السعودي لاسطوانات الغاز بالرياض. نظم الزيارة الأستاذ ناصر الفرحان مؤسس الديوانيات وعضو مجلس المديرين بشركة مرساي للإنشاء والتعمير والتنمية، حيث كان في الزيارة كل من الشيخ علي بن محمد العبد اللطيف الغزالي، الدكتور صالح بن عبد الله بن علي المسلم، والأستاذ ثامر العنزي. وكان في استقبال الأعضاء مدير عام المصنع المهندس عبد الله الخلف ومساعدوه. بدأت الزيارة بعقد جلسة عمل لمناقشة فكرة الشركة المرغوب تأسيسها والاطلاع على تفاصيل المصنع وقدراته الإنتاجية السنوية، بالإضافة إلى نشأته ومكوناته، حيث تصل طاقته الإنتاجية السنوية نحو نصف مليون اسطوانة غاز بحجم 26 رطلاً قابلة للضعف حسب الطلب والحاجة، وإلى نحو 10,000 خزان مختلف الأحجام حسب الطلب والحاجة أيضاً، ومصنع يقع على مساحة 40,000 متر مربع ويمكنه التصدير إلى عدد من البلدان العربية. تلا الاجتماع جولة ميدانية على أقسام المصنع، بدءا من المختبر وورش وخطوط الإنتاج، مرورا بقسم الإبداع والابتكار وورش القص واللحام والسنفر والصيانة والصهر والطرق والتجميع والتكوير والتدوير وغيرها من خطوط الإنتاج التي كشفت عن بنية قوية من المعدات والآلات الضخمة ألمانية الصنع ذات الجودة والمعايير الفنية العالية. ثم انطلق أعضاء الديوانيات إلى ساحة التخزين والمستودعات، حيث شاهدوا نماذج أولية لأحجام الاسطوانات المطلوبة والمرغوبة في بعض البلدان العربية حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة في تلك البلدان، بالإضافة إلى ساحات تخزين خزانات الغاز مختلفة الأحجام. وفي نهاية الجولة الميدانية أبدى الزائرون إعجابهم بهذا المنجز التنموي العملاق الذي يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة والتي تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.